السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الاقتصادية من قناة الشروق، نستهلها بالعناوين. ارتفاع جديد لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في الأسواق الموازية. دعم من الاتحاد الأوروبي للسودان لتخفيف آثار حظر صادرات الثروة الحيوانية. الكشف عن مخالفات وتجاوزات للمواصفات في العديد من المنشآت الصناعية بولاية نهر النيل. أهلا بكم مشاهدينا. شهدت أسعار العملات الأجنبية شهدت ارتفاعا جديدا في الأسواق الموازية، وقارب سعر شراء الدولار أسعار البيع خلال تداولات اليوم الأربعاء. وقال متعاملون مع الأسواق الموازية للعملات إن هناك رغبة كبيرة من تجار العملة في شراء الدولار من العملاء وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الأيام القادمة. وسجلت أسعار الشراء اليوم أكثر من 81 جنيها، فيما بلغت أسعار البيع 82 جنيها. وأشاروا لارتفاع جديد في سعر بيع الدرهم الإماراتي في تحويلات دبي حيث بلغ 22.50 جنيها. وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه للسودان بمبلغ 55 مليون يورو تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى بروكسل. قالت بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم إنها ستدعم قطاع الثروة الحيوانية بتسعة ملايين يورو لتطوير تجارة وتصدير الماشية لصالح نصف مليون راعي لتخفيف وطأة حظر بعض الدول لصادرات السودان. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير روبرت فان دندول إن المشروع ممول من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي المعني بالهجرة، وسيستفيد منه حوالي نصف مليون من أصحاب الحيازات الصغيرة من الرعاة الذين يعتمدون على الانتاج الحيواني من أجل عيشتهم. ويشمل مشروع تطوير تجارة وتصدير الماشية ولايات القضارف، كسلا، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الولاية الشمالية وولايتي جنوب وغرب كردفان. أضافت المجهودات البحثية التي قامت بها محطة البحوث الزراعية بولاية القضارف إضافة كبيرة للجهود الولائية الرامية للتبني الكامل للتقانات الزراعية، حيث حقق مشروع الزراعة الكنتورية المعتمد على تقانة حصاد المياه حقق نجاحا كبيرا بمناطق جنوب القضارف. أضف إلى ذلك تعزيز الثقة والشراكات بين المزارع والسلطات، الأمر الذي انعكس إيجابا على الزيادة الرأسية في الإنتاج والإنتاجية. نجاح لا تخطئه العين، ذلك الذي حققته التقانات الزراعية على مستوى الزيادة الرأسية في الإنتاج والإنتاجية وتغيير نمط المزارع التقليدي بولاية القضارف. الاستفادة من مساقط المياه بمنطقة الكفاي جنوب القضارف في الزراعة الكنتورية حقق نتائج ميدانية مبهرة بفضل ما قامت به محطة بحوث القضارف في مجهود. أتاحت لمزارع المنطقة الجنوبية بأنه هي منطقة مشهود لها بأن أمطار معدلاتها عالية في الظروف الطبيعية يعني، لكن برضو تتعرض لفترات تأخير في الأمطار، تزيح في الكمية، قلة في الكميات في توزيعها، فمحتاجين لشغل زي ده. الحاجة الكويسة في الشغل هو يعني الشراكة ما بين البحوث والمزارعين فين، والتجارب دي تمت في مساحات مزارعين، ودي الشراكة اللي احنا دايرينها. الحمد لله، يعني السنة دي من حاجات الاستدامة انه المزارع بس عملنا موجهات وجبنا المدخلات وتابعنا مع المزارع وهم نفذوا مباشرة المزارعين شخصيا، على اساس انه السنة الجاية ممكن لو يعني المنظمة بقت ما موجودة الناس دي ممكن هم عارفين يعملوا شنو. المزارعون الذين استفادوا من البرنامج تمويلا وتدريبا قالوا إنه لا مجال للمقارنة بين زراعتهم السابقة واستخدام التقانات. زمان كنا بنزرع زراعة تقليدية بالديسك العريض، كانت الإنتاجية نحن عندنا في الفدان لثلاثة لأربعة شوال، الآن عندنا الإنتاجية في الزراعة الحافظة والزراعة الكنتورية من 12 ل13 شوال، يعني فرق كثير. أنا كنت زمان بزرع خمسة فدان في نهاية الموسم إنه يعني كاش إنه أقوم القلي 5 ل6 ألف، الآن بالقلي أكثر من 50-60 مليون يعني. برنامج زراعة المساقط المائية والذي ينفذ تحت إشراف هيئة البحوث الزراعية، تقول الهيئة إنه علاوة على زيادة الإنتاجية فقد حقق التوازن البيئي المطلوب واستعاد الغطاء الغابي وطور إنتاج المناحل. شهدنا كيف أنه بحسن استخدام الأمطار كيف أدينا لزيادة معنوية جدا في
إنتاجية المحاصيل مقارنة بالزراعة التقليدية، كما أنه هذا المشروع أسهم في تحسين الموارد الطبيعية من ناحية بتاعة مرعى وحتى تحسين القابات وتربية النحل. ثقة المزارع بالتقانات الزراعية لم يكن وليد اللحظة والحين، بل نتاج عمل مخطط زهاء العشر سنوات بدأت مخرجاته في تحقيق ما خطط له من أهداف. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. تنعقد بالخرطوم غدا ورشة حول السياسة الوطنية للجودة، والتي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. وتهدف الورشة إلى التعريف بالسياسة الوطنية للجودة والخروج بتوصيات تسهم في تقوية بنيتها التحتية من أجل إحراز تسارع النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات. وتستعرض الورشة وثيقة السياسات الوطنية للجودة، كما تقدم فيها عدد من أوراق العمل حول سياسة الجودة في السودان ودور الجودة في تنمية الأعمال، بجانب استعراض التجربة التونسية في تطبيق السياسة الوطنية للجودة. كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم عن زيارات مرتقبة إلى عدد من الولايات للوقوف على التعدين وحل كافة القضايا والعقبات التي تعترض العمل في هذا القطاع. وأشار خلال لقائه والي نهر النيل وجنوب كردفان كل على حدى اليوم إلى أن الزيارات ستنطلق من نهر النيل التي يفتتح بها أكثر من مشروع، أهمها كهرباء كحيلة، ومن بعدها سيتوجه إلى ولاية جنوب كردفان التي كشف واليها عن إجراءات جارية عبر مختصين لمعالجة السلبيات التي حدثت في مجال التعدين بالولاية خلال الفترة الماضية. من جهته أعلن والي نهر النيل عبد المحمود حماد عن اتجاه لدخول شركة غاز بروم الروسية للاستثمار في التعدين، خاصة بعد التجربة الناجحة التي حققتها شركة إليانس كوش. في غضون ذلك كشف الوالي عن معالجات للطاقة وإيجاد بدائل لاستخدام الزئبق والسيانيد. أطلعنا أيضا عن الأنشطة الموجودة الآن من النشاطات في نهر النيل بخصوص الشركات التي تعمل معنا والتقاطعات الموجودة الآن في الولاية، وتوافقنا أيضا توافق كامل لأنه يكون القرار قرار مشترك وفق رؤية تحفظ للمستثمر حقوقه وتحفظ للمواطن حقوقه وتحفظ لأصحاب رؤوس الأموال يعني حقوقه. وفي ولاية نهر النيل كشفت جولات فرق التفتيش الصناعي على عدد من المصانع والشركات عن جملة من المخالفات والتجاوزات لاشتراطات المواصفة السودانية للمنشآت الصناعية. وشددت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أثناء إخضاعها مصنع بربر للمنتجات البلاستيكية للتفتيش والرقابة، شددت على ضرورة التقيد الدقيق والصارم بالمواصفة ومعايير الجودة في التشغيل والإنتاج والسلامة البيئية والمهنية. مع تعدد وتمركز الكثير من الصناعات الثقيلة والخفيفة في ولاية نهر النيل، تبدو الحاجة ملحة لإخضاع هذه الصناعات المواصفة القياسية عبر تكثيف حملات التفتيش والرقابة الصناعية، وما ابتدرته الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمصانع الأسمنت بالولاية، وانتهاء بمصنع بربر للمنتجات البلاستيكية في عمليات التخزين والتشغيل والإنتاج والسلامة المهنية والبيئية. مصنع بربر للصناعات البلاستيكية بيشتغل في مجال إنتاج جوالات التعبية للمواد كالأسمنت والدقيق والسكر والملح بطاقة إنتاجية تقارب 5,000 طن في اليوم. تم ملاحظة عدم وجود قراءات خاصة بتلي الانبعاثات، لأن صناعة البلاستيك في كمية من الملوثات المتوقعة نتيجة عملية الإنتاج، لابد من استصحاب الأبعاد البيئية في العملية، التقليل من الانبعاثات بالنسبة للأبخرة والغازات المتصاعدة في الجو، لابد من توفير مرشحات أو دست كوليكتر بغرض التقليل من الانبعاثات. وتؤكد إدارة مصنع بربر المنتجات البلاستيكية عدم وجود أي انبعاثات ملوثة للبيئة وفقا للتقنية الآمنة المتبعة في جميع عمليات التشغيل والإنتاج. نشتغل بمادة البوليبروبولين اللي هي من البتروكيماويات، والمعالجة بتاعتها كلها هنا بتتم بشنو؟ بالهيتينج، يعني بيحصل بعد ذلك ميلتينج لها من غير ما تحصل تطلع منها يعني أبخرة أو حاجات مضرة بالبيئة أو مضرة بالعاملين الموجودين في الصالة.
كما تنفي إدارة المصنع وجود أي مخاطر بيئية لاحقة لاستهلاك منتجاتها، قاطع بأنها منتجات صديقة للبيئة. البر البربلين بتاعنا دي من النوع 4 ده، وهو طوالي بيحصل له انه بمجرد ما تعرض للشمس في فترة مثلا بتاعت يعني 3 شهور 4 شهور طوالي بيدوب بيبقى شنو زيه زي البودرة عادية، ما زي اكياس البولي سالين ديكا اللي هي اكياس النايلو اللي هي ديك بتكون مضرة بالتربة ونحن حقا الحمد لله دي حاجة يعني نطمن بها الناس انه اكياسنا صديقة للبيئة يعني. وتركز حملات التفتيش الصناعي على معاينة المنشأة ومراقبة كافة عمليات التشغيل والإنتاج والتحقق من مدى مطابقتها لاشتراطات المواصفة القياسية السودانية ومعايير الجودة العالمية. الاشتراطات معنية ببعض الأنشطة البيئية في المصنع الصناعية، صالات الإنتاج، صالات العرض، المواصفة بتشتغل على المنشأة كمنشأة بمواصفاتها، بتشتغل على المنتج، الرغابة بتبدأ بالعمل التفتيش العمل الرغابي ثم عداك تقرير الفني ثم عداك سحب عينات أسبوعيا لتأكيد مطابقة النتائج لاشتراطات المواصفة القياسية. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل. قال الخبير الدولي والمستشار القانوني عبد القادر برسمة إن التعامل النقدي يعد من الأبواب الواسعة لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لملتقى المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي ينظمه مركز إلهام للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مركز الحاكم للخدمات الصحفية. وشدد ورسمة على ضرورة الإصلاح القانوني المستمرة للقوانين وموائمتها مع ما تم في المحيط الإقليمي والدولي حتى تتمكن من مكافحة الجريمة وقطع الطريق على من يقف خلفها. من الاجتماع بتاعنا والندوة بتاعتنا في أنه نثقف الناس وخاصة الجهات الإشرافية فيما يتعلق بالقوانين دي، وين وصلت المكافحة في العالم، والسودان وصل وين وعليه شنو عشان نصل للمستوى العالمي لمكافحة الجريمة دي، ويكون السودان نظيف من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة إنه طبعا الآن على حسب الادعاءات الأمريكية وغيرها إنه السودان دولة داعية للإرهاب، فده بدي مسؤولية إضافية للناس في السودان وللدولة وللجهات الرسمية في إنه تعمل بحزم وبجد لمكافحة الجريمة دي وخاصة تمويل الإرهاب. تسلمت محلية تلكوك 3 سدود من مشروع الأمن الغذائي الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر منظمة براكتيكال أكشن، ويرمي المشروع إلى توفير أكبر قدر من المياه للرعاة والمزارعين الذين يعانون من نقص حاد في خدمة المياه في فصل الصيف بالمنطقة. وقالت مديرة مشروع الأمن الغذائي بمنظمة براكتيكال أكشن بهجة جلال إنه يتوقع أن يغطي المشروع مساحات واسعة من المحلية بجانب توفيره لخدمة المياه للرعاة في المواسم المقبلة. بما أن محلية تلكوك من محليات شمال كسل التي تنشط فيها حركة الري وتنتشر فيها الحركة الزراعية أيضا، إلا أن المحلية لا زالت تعاني نقصا في خدمات المياه. مشروع الأمن الغذائي الممول عبر الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر منظمة براكتيكال أكشن نجح في إنشاء 3 سدود بغية توفير ولو جزءا يسيرا من الماء للمنطقة. أعتقد أن السدود دي اتعملت في إطار مشروع الأمن الغذائي عشان على الأقل توفر لنا موية لأغراض الزراعة وتغيير الطبيعة تحت المنطقة، عشان على الأقل يكون في برضو فرصة بتاعت موية للمراعي. واحدة من الفوائد الكبيرة اللي مرقنا بها من إنشاء هذه السدود إن المنطقة خلف السد يعني منطقة الحمد لله سبحانه وتعالى منطقة مغدرة، والشدر الخلفة الحمد لله سبحانه وتعالى يعني بقى مغدر ومنطقة واعدة للاستفادة منها بأغراض الزراعة والري. اختيار المنطقة لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي أملته الظروف المحيطة بها ولتوفر كل مطلوبات نجاح المشروع، خاصة فيما يتعلق بتغيير النمط الغذائي لسكان المنطقة باعتبار أن هذا الهدف من الأهداف الرئيسة التي يسعى لها المشروع. في الحقيقة من خلال طوافنا على المشروع مناطق التنفيذ بنعتبر أنه فعلا الاختيار تم بطريقة جيدة والتنفيذ تم بأجود ما يكون، وحقيقة هي مناطق فعلا في أمس الحوجة لمشاريع حصاد المياه.
وبتنعكس بعدين في مسألة بتاعت تغيير السلوك والنمط الغذائي في 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 القرية وفي في المحلية بصورة عامة. بنفتكر انه بمشروع الامن الغذائي مع هذه المنشآت ان شاء الله بتضافر الجهود بتصبح هذه المنطقة يعني في المواسم الجاية ان شاء الله منطقة غنية جدا بالزراعة، وطالما توفرت المياه عبر حصاد المياه بالثلاثة منشآت دي. توفر ولو القدر اليسير من الماء لسكان المنطقة عبر مشروع الامن الغذائي اتاح لهم فرصة العودة للزراعة حتى وان كانت في مساحات محدودة، بيد ان مواطني المنطقة يتطلعون الى توسع المشروع ليشمل حماية السدود من تغول اشجار المسكيت التي غطت اجزاء واسعة من المنطقة. منطقتنا هي اساسا منطقة زراعية وما كانت عندنا موية وافرة، حسنا قاموا وفروا لنا براكتن اكشن الموية، يعني فيما بعد ان احنا هسه بعد ده نكون جاهزين للزراعة. حماية بتاعت البسكيت دايرين الناس تقف معانا، يعني زي ما شايفين البسكيت دي براكم اليوم، ونتمنى الناس تقف معنا في البسكيت، انا ما عندنا اي مشكله ان شاء الله. خالد بشير، الشروق، ولايه كسلا. شاهدينا جولتنا الاقتصاديه تتواصل معكم، تتابعون فيها بعد الفاصل. اسعار النفط تتراجع مع انحسار الامال بقرب اتفاق تجاره بين واشنطن وبيجين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نعود لنواصل جولتنا الاقتصادية مع أسواق المال والأعمال عقب هذا الفاصل. تراجعت أسعار النفط مع انحسار توقعات إبرام اتفاق تجارة بين واشنطن وبيجين، مما يلقي بظلال على آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 61.74 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 26 سنتا للبرميل. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط بعد العام 25 و2000، مما يضغط أيضا على السوق. وكشف مسح أولي لرويترز عن زيادة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. تباين أداء العملة الأمريكية وكانت تحركاتها طفيفة في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لأنباء بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ويترقبون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي أمام لجنة في الكونغرس. ودفعت أمال التوصل إلى اتفاق وشيك لإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها أكبر اقتصادين في العالم على أحدهما الآخر الدولار 1% هذا الأسبوع ليسجل أعلى مستوى في شهر. صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد تلاشي الأمل في قرب التوصل لاتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للمعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا. وقضت كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الآمال بشأن أي مؤشر إيجابي على إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% للأوقية. مشاهدينا، في ختام هذه النشرة الاقتصادية نذكر بالعناوين. ارتفاع جديد لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في الأسواق الموازية. دعم من الاتحاد الأوروبي للسودان لتخفيف آثار حظر صادرات الثروة الحيوانية. الكشف عن مخالفات وتجاوزات للمواصفات في العديد من المنشآت الصناعية بولاية نهر النيل. انتهت الجولة الاقتصادية مشاهدينا، قدمناها من قناة الشروق. مزيدا من الأخبار والمعلومات دائما على موقع الشروق.net. في أمان الله.